حمد بن مقارح مشاهدينا الكرام، ينتزع شوط الأول الرئيسي من كل المضمرين ومن كل المشاركين والمتنافسين. الشوط القادم هو شوط رئيسي آخر خاص بالجذاع القعدان، والكلمة والميكروفون مع الزميل حمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أبدأ، باسمه أتوكل، ونحن جميعنا سائلين وطالبين منه السداد والتوفيق. اللهم هيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، نحن هنا مستمرين، ويصلكم إرسالنا على قناة الهجن العربية الأصيلة، وكذلك على الإف أم على قناة ترددها 88.6. حفلنا الكريم، نحن هنا متواصلين وإثارتنا مستمرة، وهذه العطاءات الجميلة المميزة وهذه الشعارات التي تحلي أرضية هذا الميدان بتحديها ومنافستها في أرضية ميدان التحدي. على كل حال، شوط رئيسي كما ذكر زميلي سعد، شوط رئيسي مخصص أيها الحفل الكريم للجذاع لأشواطنا العامة. حفلنا الكريم، مسيرتنا تسير وشوطنا كذلك يسير، ونحن في قراءة تفصيلية للخمسة المراكز النجوم التي تتقدم في هذا الشوط، بينما اختصار في هذه اللحظة في مقدمة هذا الشوط، ونشوف ونتعرف جميعنا على من يقود المسيرة ويحتل المركز الأول. اللي يحتل المركز الأول مصيحان لعلي بن محمد الشنجل، ومن يقود المسيرة ويحتل أول المراكز نقلتنا على المركز الثاني. يصن الذيب لأحمد بن سعيد الوهيبي، هو من يحتل المركز الثاني نقلتنا والدور عند المركز الثالث. إشعار بن سالمين يبدو لي فريد لجار الله بن حمد بن سالمين، هو من يحتل المركز الثالث الدور عند والنقلة على المركز الرابع. يصن صوغان لعبيد بن حمد بن شينان المري، هو من يحتل المركز الرابع، غير بطريقه إلى ثالث المراكز. ننتقل معكم إلى المركز الخامس. اللي يحتل المركز الخامس مثير لميلم بن ثنيان الشمري، هو مالك مثير اللي يحتل خامس المراكز. نعود مباشرة والعود محمود إلى مسيرتنا وإلى المقدمة في هذه اللحظة. إذا مسيرتنا لا زالت بقيادة مصيحان، مصيحان اللي ذعناه في ندائنا الأول وهو يقود المسيرة، ما زال متمسكا بصدارة هذا الشوط وبقيادته أيضا. إذا مصيحان تعود ملكية لعلي بن محمد الشنجل المري، هو من يقود المسيرة الدور والنقلة على المركز الثاني. لكي نتعرف بنداءنا الثاني لمستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننتقل معكم كما ذكرنا لثاني المراكز. يصن شعار عبيد بن حمد بن شينان على ظهر صوغان يوسلوم هنا في المركز الثالث. اللي يصن مثير يصن في ثالث المراكز. تعود ملكية لميلم بن ثنيان الشمري، هو من يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع يصن الذيب لأحمد بن سعيد الوهيبي، هو من يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس، اللي يحتل خامس المراكز جلمود لخالد بن شق السوداني، يشاركنا في الشوط الرئيسي. يا سلام، ما فيك حيلة يا أبو شقة. إذا نعود مباشرة حفلنا الكريم بعد ندانا الثاني، أتممناه على مسامعكم مستمعينا الأفاضل ومشاهدينا الأعزاء ما كانوا. نعود مباشرة مع القيادة ومع المسيرة مع مصيحان. مصيحان يريد أن يصرخ بصيحات النداء وأن ينتزع ناموس هذا الشوط. مصيحان تعود ملكية لعلي بن محمد الشنجل المري، ومسافتنا قبل لحظات انتصفت يا ابن الشنجل. هنا في المركز الثاني شعار عبيد بن حمد بن شينان على ظهر صوغان. أما المركز الثالث فيصلنا مثير لميلم بن ثنيان الشمري. أما المركز الرابع فيصلنا في هذه اللحظات
الذيب لأحمد بن سعيد بن هدوب الوهيبي هو من يحتل المركز الرابع. نقلتنا والدور عند شعار السوداني هنا مشاهدين الكرام. جلمود لخالد بشقة، السوداني ما زال مسيطر على خامس المراكز. نعود مباشرة إلى المسيرة، إلى المسيرة حفلنا الكريم. 2 كيلومتر يا متابعينا الكرام، إذا سألتم عن موقعنا فنحن قد أعطيناكم المعلومة، ونحن تنتصف مسافتنا 2 كيلو يتبقى علينا. نعم 2 كيلومتر يتبقى على خط النهاية. يا سلام، أرى هنا كم من هائل قادم. حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، الشوط الرئيسي ليس مجرد أي شوط يا أخوان، الشوط الرئيسي له نكهة خاصة ولناموسه كذلك، ذوق خاص عند المضمرين وعند الملاك. إذا مسيرتنا تتغير رأس على عقب في هذه اللحظة، يبدو للمسيرة بقيادة مشاهدينا الكرام، بقيادة حفلنا الكريم منجز لصالح بن مبارك بن صالح الدعبة، وعليه مراجعة اللجنة، لجنة التشبيه والتثبيت، أن يثبت حفلنا، أن يثبت منجز. نعم إذا الدعبة عليهم أن يثبت منجز عند لجنة التشبيه والتثبيت. على كل حال منجز يقود المسيرة، المركز الثاني يصلنا فيه مشاهدين الكرام. الذيب لأحمد بن سعيد بن هدوب الوهيبي هو من يحتل المركز الثاني، أما المركز الثالث فيصلنا صوغان لعبيد بن حمد بن شيران المري، أما المركز الرابع فيصلنا مثير لميلم بن ثريان الشمري. المركز الخامس جلمود السوداني واصل، السوداني واصل يا جماهير. يا سلام، خالد بشقة السوداني يصلنا في رابع المراكز. يعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى التحدي هنا على أرضية ميدان التحدي. كيلومتر أخير، ليس عاد هناك صبر يا مضمرين، ليس هناك أي صبر في هذه اللحظة ومن هذا الكيلو. خلاص الأوامر تصدر من هذه اللحظة والتعليمات كذلك. يا من يريد الناموس، والشوط الرئيسي الذيب، الذيب يقود المسيرة، ولكن سوقان وعبيد بن حمد بن شيران، عبيد بن حمد بن شيران يغير المسيرة ويقود مسيرة هذا الشوط من خلال تقدم سوقان، ولكن مبعد مشاهدينا الكرام. الذيب واصل لا محالة لأحمد بن سعيد بن هدوب الوهيبي هو من يحتل المركز الثاني، أما المركز الثالث يصلنا مبعد مشاهدينا الكرام لراشد بن سعيد بن هديبان المري. يا سلام، حشي في المركز الرابع لراشد بن محمد بن غدير. نعود مباشرة حفلنا الكريم، التحدي هنا سوقان والذيب، الذيب وسوقان، إلى أين سيتجه ناموس الشوط الرئيسي؟ يا جمهورنا الحاضر، يا سلام يا سلام يا سلام، سوقان ولا الذيب؟ الذيب ولا سوقان؟ هل ستتجه السلامات إلى أشقائنا أم ستكون هنا في أرضية ميدان الشحانية؟ سوقان ولا الذيب؟ الذيب ولا سوقان؟ سوقان سوقان، والسلالة السوقانية تفرض نفسها بنفسها بقوة وبكل جدارة. تهانينا لعبيد بن حمد بن شينان على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الذيب لأحمد بن سعيد الوهيبي، أما المركز الثالث مبعد في المركز الثالث لراشد بن سعيد بن هديبان المري، أما المركز الرابع اللي يصنع حشيم لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، أما المركز الخامس عند صالح بن حمد القمرة ومن احتل المركز الخامس. إذا مشاهدينا الكرام كان التحدي حاضر هنا في أرضية وميدان التحدي، شاهدنا المنافسة والمتعة والإثارة في شوط رئيسي شاهدناه جميعا، وكان التحدي حاضرا هنا، كان التحدي بين صغان مشاهدينا الكرام، وكان المنافسة القوية من قبل الذيب، بينما ظفر صوغان بناموس هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. قاطع المسافة حفلنا الكريم في 7 دقائق و55 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. بدورنا أن نزف التهنئة لعبيد بن حمد بن شينان على هذا الفوز المستحق. أما المركز الثاني فوصل فيه الذيب، قطع المسافة في 7 دقائق و55 ثانية و16 جزءا من الثانية. التهنئة كذلك نزفها لأحمد بن هدوب الوهيبي، أما المركز الثالث فيصلنا في المركز الثالث مبعد، قطع المسافة في 7 دقائق و56 ثانية و10 أجزاء من الثانية.
التهنئة كذلك نزفها لراشد بن سعيد بن هديبان المري على فوزه بالمركز الثالث. إذن حفلنا الكريم